السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة مامي في البيت. النهاردة هعلمكم بمكونين فقط ومتوفرين عندك في البيت ازاي تقدري تغسلي البوتاجاز بتاعك زي ما شايفة عندي بالشكل ده. شايفين يا بنات اللمعان بتاع البوتاجاز؟ ان شاء الله هقولكم على مكونين فقط موجودين عندك في البيت. ليه بنات تشتري مساحيق واحنا عندنا في البيت متوفر عندي مكونين؟ المكونين دول انا اقدر انظف بيهم البوتاجاز زي ما شايفين معايا بنات بالشكل ده. طيب هما ايه المكونين اللي معايا؟ زي ما شايفين كده معايا يا بنات هما دول المكونين اللي انا غسلت بيهم البوتاجاز. انا كنت حابه الاول اوريكم البوتاجاز قبل وبعد، لكن انا الفكره ما جتنيش غير بعد ما استخدمت الخل عندي يا بنات. هنا الخل ده فكره رائعه في غسيل البوتاجاز زي ما شايفين كده معايا بالظبط. وكمان عندي مسحوق اللي هو زي ما شايفين الصابون السائل ده يا بنات، انا ضفتهم على بعض هما الاثنين وحطيتهم في طبق. تمام، الاثنين دول يا بنات انا ضفتهم وجبت عندي سلك مواعين من السلك اللي هو الخشن ده، جبتهم هما الاثنين وحطيتهم على بعض. وزي ما شايفين كده معايا البوتاجاز بتاعي، شايفين عندي اللمعان، شايفين يا بنات كأني لسه مشتري البوتاجاز جديد. شايفين يا بنات الجمال؟ زي ما شايفين يا بنات كده الجمال. شايفين يا بنات؟ شايفين اهو، شايفين البوتاجاز بتاعي انا رجعته جديد بايه؟ بمكونين فقط، الصابون السائل يا بنات والخل. الخل الطبيعي عادي اللي احنا بنستخدمه عندنا في البيت، طبعا زي ما شايفين عندي مكونين اقتصاديين طبعا متوفرين عندنا في كل بيت زي ما شايفين كده يا بنات بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد.